أول ما تلاقي نفسك يعني في مشكلة جامدة، حطي في دماغك كده إن في فرج جاي. بس هو الشيطان بينسينا إن إحنا ربنا بيفرج علينا وربنا بييسر علينا، بس ما إحنا وهتعدي فترة وهتعدي. حطي في دماغك إن ربنا سبحانه وتعالى هينصر من ينصره. لو أنت عايز ربنا ينصرك، انصر أنت ربنا سبحانه وتعالى. اذكريه بالخير، دافع عن دينه، هيدافع عنك. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، برضو مبدأ كده حطيه في دماغك واستحضري وقته. أول ما تلاقي مثلا حاجة وحشة حصلت لك، خلاص يا قدر الله ما شاء فعل، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله أعلم باللي ده حصل، يمكن لعله خيرا كده. يعني في كلمات كده جمل حطيها في دماغك في وقت الرخاء واستدعيها في وقت الشدة. فبصي للجانب المشرق من المصيبة. يعني مصيبة لها جانب مشرق؟ اه والله، حتى لو كانت موت، ده فلان مات مش احسن ما كان يتعذب؟ مش احسن ما كان يتشل؟ في جانب مشرق في المصيبة. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلك انت عندك جوه زي ما تقولي زراير كده، استخدميها، استخدميها في التعامل مع الحياة. بس احنا ما بنستخدمهاش، يعني من تصبر صبره الله. دوسي على ازرار الصبر كده، دوسي على ازرار استعانه، استغاثه، يعني في زراير كده جواكي ربنا حاططها لك كده بتهون علينا الطريق، بس احنا برضه مش بنستخدمها. زي ما قلت لك كده، ايه، نفذي التعليمات، امشي على الكتالوج بتاعك. برضه من الحاجات اللي تحطيها في دماغك كده وفي قلبك، كن في الدنيا كانك غريب. فلما تحس كده بضيق وكده، عادي عادي، احنا في الدنيا فتره وهتعدي. اقعدي قولي نفسك الكلام ده في ساعة المحن، ساعة الشدة، عادي عادي، الدنيا كده سجن المؤمن، وده كرب، والكرب ده هيزول، ومفروض ان انا ما كنتش اتمسك بالحاجة دي، المفروض ان انا ما كنتش عايزاها قوي، المفروض ان انا ما حستش ان انا المفروض اخدها، عادي، انا مش لازم اخد حاجة، مش لازم اخد كل حاجة. يعني انصحي نفسك او عزي نفسك. وطبعا اهم حاجه قد يكون دي على راسهم، ازهدي في الدنيا يحبك الله، وازهدي فيما عند الناس يحبك الناس. برضو حطيها من مبادئك في حياتك، ازهدي في الدنيا. يعني ازهدي، والله جت، كنت عايزه اجيب عربيه جديده، جت خير وبركه، ما جتش طاز، مش مهم، انا كويسه. اصل كنت عايزه اجيب شقه واسعه، جت الحمد لله، ما جتش طاز، عادي، لعله خير كده. ده زهد، اه ده هو ده الزهد. يعني مش الزهد ان انا ما عوز شيء عربية ولا عوز حاجة، لا، عوزي وحاولي واسعي بس ما جاتش، حال قلبك بيه، عادي جدا. هو هو اهو هو هو هو، يعني جبت زي ما جبت شغل. لو وصلت كده فعلا انت زهدة، فعلا لو وصلت ان انت عندك زي ما عندكيش، انت كده زهدة. يعني انت بصي، تعرف انت لو انت الحاجة بتفرق معاكي، يبقى انت مش فاهمة حاجة. يعني لو انت ظنيتي ان انا هبقى سعيده في الشقه الواسعه اكتر من الشقه اللي فيها، يبقى انت مش في عندك مشكله في الفهم والادراك. ليه؟ ما هو في ناس حبيبتي قلبي عندهم شقه واسعه برضو، عندهم مشاكل. انت مالك حسيتي ان انت لما مشكلتك الوحيده في شقه جاتك ضيقه؟ لا لا، مش دي المشكله الوحيده. مش لما تعيش في شقه كبيره خلاص هتنولي السعاده والراحه، وخلاص كده الدنيا خلاص كده اتفتحت لك بقى، والدنيا ضحكت لك، وخلاص كده انا مش عايزه حاجه تانية من الدنيا بقى غير كده. لا طبعا، مش الكلام ده، لا طبعا. فاهم خاطئ. النفس ما بتشبعش من حاجه، تلاقي نفسك بعدين نجيب الشقه الواسعه، يا سلام بقى، اما اغير العفش، بس العفش مكسر ازاي؟ طب غيرنا العفش، مش عارفه، انا حاسه ان الشقه مش عارفة مش مستريحة فيها ليه، نفسيتي مش مستريحة فيها. بس مش هتخلصي، مش هتخلصي. وهي كمان، اعتبري من أخطاء الناس حتى لا تكوني عبرة. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيوريكي حاجات، بيوريكي مشاكل بعض الناس ما تعديهاش بالسهل. يعني دي ما جاتش صدفة؟ لا ما جاتش صدفة، ما جاتش صدفة، لا هي ما جاتش صدفة، يعني عمد عن عمد ربنا بيوريها لك. طب وانا لو ما اعتبرتش وطنشت هيحصل ايه؟ هتكون انت عبره. فما تنفضيش وما تطنشيش، فكري وتدبري في اللقطه اللي انت شفتيها دي. طيب وايه كمان؟ ايه، حطي برضو في دماغك ان انت كل يوم يعني بتتعلمي درس جديد في الدنيا، فاستعدي للاختبار. يعني ايه؟
يعني مش نتعلم وبس، مش الهدف ان نقولك الدنيا مدرسة كبيرة كده وبنتعلم فيها. لا، تتعلمي وتمتحني، والاختبار بيبقى شديد. وزي ما كنت بتتدربي او بتدربي اي رياضة، هتبصي تلاقيكي في الاول المدربة بتساعدك، تستلك لما تيجي تقعي، وبعد كده بتسيبك. هو ده اللي بيحصل لنا بالظبط واحنا مع في الحياة، بتاخدي الدرس بتلاقي ربنا بيساعدك في الاول، يسندك الاول، وبعد كده بيسيبك. ليه؟ يلا نفذي التعليمات. مش انا قلت لك كام؟ 1 2 3. يلا هو سيب ايديك، هسيبك بقى، يلا اعملي 1 2 3. فانت بقى في اللحظه دي بتبقى سواد السواد بقى، وانت قاعده عماله بتعفري وبتقعي وبتغرقي، ولا جسمك بيتكسر، ولا بتنجزعي وانت عماله بتعفري عشان توصلي اللي هي قالت لك عليه، وبتغلطي. لحظه سودة بقى، هي دي بقى لحظه الاختبار بقى الشديده. فانت اعملي حسابك على كده، هتتعلمي درس هتختبري فيه، هتقولي كلمه هتمتحني فيها حقيقه من حقائق الدنيا لازم تكوني عارفاها، والا انت مغفله. نعملك ايه؟ صح صح. طيب، عندي نعم وخايفه عليها وخاف من الحسد، اشكر ربنا عليها وخلاص، توكل على الله. ايه تاني؟ مش كل حاجه نفسك فيها تجيبيها، برضو ضربي نفسك على كده، يعني خلاص اهو انا هخش اهو اشتري اهو معايا فلوس اهو، لا مش هجيبها. ليه؟ تدريب للنفس؟ لا، مش انا عندي ليه اجيب تاني؟ يعني مش عايز احرم نفسي من حاجه، مش عايز احرم عيالي من حاجه، ده كلام فارغ وفكره فاشله، مش اسمع كده. لازم النفس تدرب على ان يتقال لها لا، حتى ولو كان في المباح، لا نصرف في المباح. تمام. طيب، علاقتك مع الناس بقى بتتعامل ازاي؟ حطي في دماغك برضو المبادئ دي: صنائع المعروف، تقي مصارع السوء، اخدام الناس، اهتم بامورهم. يا ستة انا عايزة حد يهتم بيا وعايزة حد ياخد بالي مني، نفسي ايه وبتاعي؟ لا، انت لما بتخدمي غيرك ربنا بيخدمك، لما بتقفي جنب غيرك ربنا بيقف معاكي، لما بتساعدي غيرك ربنا بيساعدك. حطي دي في دماغك برضو، الخير اللي بتعمليه بيرجع لك تاني. فشوفي انت عايزة ايه، ربنا يديك ايه، اعمليه مع خلق الله. ايه كمان؟ اكتمي غيظك، مش لازم كل ما تزعلي تعبري، لا عادي تغفلي شوية وتنشي. وايه كمان؟ وقولي كلام حلو. يعني قولي للبنت الصغيرة انت امورة قوي، قولي للولد انت عجبتني لما عملت التصرف الفلاني، مثلا انا فخورة بيك قوي، انا حاسة ان انا يعني فرحانة بيك، انت رفعت راسي، انت يعني فاهمة. قولي الكلام ده للناس اللي حواليك، انت على فكرة ذكية جدا، انت لما تصرفت التصرف ده انا قلت ما شاء الله عليك، انت حد جامد. واشكري اشكري في الناس كده، قولي كلام حلو. ما بعرفش اتدرب عليه، بتكسف، معلش هو الناس اللي قدامك محتاجاه. وليه؟ ايه تاني؟ دي بقى الحتة الصعبة قوي اللي احنا كلنا، يعني انا منهم برضو، التمس العذار لمن اساء اليك، دي صعبة قوي عليا. التمس العذار ايه معايا؟ هي مش كانتش محتاجة ان تقول الكلمتين دول، ما كانت تقول كلمة حلوة. هي ليه بتعمل كده؟ كده ليه؟ دي بقى دي ماشي الغيها من حياتك. ليه هي قالت كده؟ الشيطان زقها، ريح لك دماغك، هو كده قولي كده، حطي جنبها الشيطان زقها عليك. هي ليه الشيطان زقها عليك؟ الشياطين بتزق بعض، يعني بتزقنا على بعض. فلما تلاقي حد يرزعك كلمه كده، معلش استحملي، الشيطان هو اللي زقه، وهي زقها عشان تقولها لك. التمس العذار للناس ان هم يعني في محنه زيك، ما الحياه دي محنه، عايشين في محنه، والمحنه دي مش علينا بس، عليك انت كمان، فمالناش نستحمل بعضينا. يعني بصي، حاجه جميله قوي انك تكوني شخص مهذب قوي مع الناس، عارفه انت، انا ما بشوف حد كده ببقى بخبطه بصراحه، اللي هو لا بيعلي صوته على حد، ودايما محترم، وحتى لو حد بيحاربه انا بستغرب من الناس دي، حتى لما حد بيحاربه وبيعدي ولا بيغلف نفسه ولا حاجة، وبيبقى حنين على كل الناس. بصراحة الناس دي هم رحمة في الأرض، فاللهم اجعلنا منهم يا رب، فنحاول نقتدي بالناس دي. اضحكي، اضحكي في وش الناس، ابتسمي في وشهم، ديهم اهتمام، اسمعيهم كويس، حاجة دي كلها بتقربك جدا من الناس. ولما انت بتبقى قريبة من الناس والناس بتحبك، ده من الحاجات اللي بتهون علينا الطريق. متعمليش عداوات، ادفع بالتي هي احسن، طفي العداوه، لو لقيتي واحده بتعاديك يا دي هديه. ما تعمليش عداوات، ما تعمليش عداوات،
عايزه كده لما اقول لك عندك اعداء تقول لي لا ما عنديش اعداء، كل الناس حواليا حبايبي وصحابي او ناس معارفي وعلاقتي كويسه طيبه، علاقتي بكل الناس حلوه. سلمي اعدائك، شوفي حتى لو بتحاربك سلميها، كلميها كويس، كلميها بادب مع الناس، ما تجادليش. شايفه قدامك بيصمم قوي على رايه، ماشي خلاص، طالما مش دين يعني، فاهم، طالما مش امر امور الدين ماشي خلاص. وحتى يا ستي امر امور الدين، طيب حاضر ان شاء الله، ندعي ربنا ربنا يوفقنا في الخير. ابعدي فعلا عن الجدال، لانه فعلا في ناس بتفهم المناقشات جدال، وبتفهم الجدال انه اختلاف وخلاف، وممكن تعديكي لمجرد انت اختلفت معاها. انت متخيله في ناس بتفكر بالطريقه دي، ممكن تعديك وبتكرهك عشان اختلفت معاها في مساله. فما فيش داعي نعمل عداوات من غير لازمه، لان يعني في عقول حوالينا غير ناضجه تماما، فممكن تعملك مشاكل على الفاضي. ايه تاني؟ بس برضو نقلل من الناس ونقلل من المخلطة، لان المخلطة كتيرة بتعمل مشاكل. فخلينا نحاول بقدر الامكان يعني للحاجة، مش هقولك للضرورة، اختلطي بالناس لحاجة، انما عمالة على بعضها بطل، لا انت كده بتعرضي نفسك للايه؟ المشاكل. ان شاء الله اذا طبقت النصايح دي باذن الله هتعيشي حياة طيبة هادئة. طبعا في، ولما تخفقي في اي حاجه منهم، لما بتعرفيش تعمل حاجه منهم، حاولي تجيبيها وكانها تاسك كده، عارفه انت تاسك كده يعني ايه؟ يعني مثلا اذا وانت في الشغل كده، انت النهارده مطلوب منك تعملي الحاجه دي، برضو انت ادي لنفسك التاسك ده كده، قولي لنفسك انا المطلوب مني ان انا اخد بالي النهارده من صحتي. انا النهارده اللي انا شايفاه وانا محتاجاه هو ان انا اخد شويه ترفيه وبريك، شويه هزود شويه البريكات بتاعتي، لان النهارده انا محتاجه ان انا اظبط لساني. النهارده قلت كلام فيه النقد وفيه لوم، لا بلاش تاني النقد واللوم، بصي خليكي رقيبه انت على نفسك بس، وجزاكم الله خيرا، ربنا يعيننا.